السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. اتكلمنا الفيديوهات اللي فاتت عن تفاصيل السفر لألمانيا بغرض الدراسة وخصوصا دراسة الماجستير. هنعمل فيديو لوحده للثانوية العامة لأن جالي أسئلة كتير جدا عن الثانوية العامة، بس خلينا نكمل في بقية الفيديوهات. اتكلمنا كمان عن الجدول الزمني لتجهيز الأوراق، كل ورقة بتاخد قد إيه وقت وإمتى بالظبط تبدأ تجهز ورقك، لأن ناس كتير بتبقى تايهة، يعني عندها معلومات طفيفة كده عن السفر لألمانيا بس مش عارفة تبدأ إمتى وإزاي. دي الفيديوهات اللي اتكلمناها وهتلاقوها كلها موجودة في الديسكريبشن واسيبها لكم هنا كده فوق للي عايز يبص عليها. واتكلمنا كمان عن ازاي تختار الجامعة المناسبة ليك لو انت عايز تسافر تدرس هندسة تدرس طب، ازاي تجيب الجامعة المناسبة ليك وازاي تبقى محترف في استخدام الويب سايت بتاع الداد. المفروض دلوقتي انك تقدر تجيب الجامعة المناسبة ليك في اللغة، المناسبة ليك في البلد اللي عايز تدرس فيها في ألمانيا، المناسبة ليك في تكاليف الدراسة، في الحياة عموما، في تكاليف الحياة. كل الحاجات دي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت وفيديوهات تانية كتير بتشرح حاجات زي ازاي تعمل ريكومنديشن ليتر وازاي تعمل موتيفيشن ليتر وي اسئله كتير جاوبنا عليها الفيديوهات اللي فاتت. ولسه في فيديوهات تانية كتير، ما تزهقوش مني. انا في وقت من الاوقات كنت في مكانكم بتفرج على فيديوهات زي دي بالظبط، ودينو بصور في الكافيتيريا بتاعه الجامعه. هنتكلم النهارده عن موضوع من اكتر الاسئله اللي جات لي. انا دلوقتي معايا الورق بس اراسل الجامعه ازاي؟ ابدا منين؟ زي ما اتفقنا ان في تو ويب سايتس هم دراعك اليمين للسفر لالمانيا، الداد واتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، واللي هنتكلم عنه النهارده هو تاني اهم موقع ممكن تستخدمه وانت جاي المانيا، وهو موقع اليوني اسيست. في الاول كده خلينا اعرفكم ايه هو اليوني اسيست او ايه هي منظمه اليوني اسيست. مبدئيا اليوني اسيست مش جامعه، اليوني اسيست دي حاجه وسيطه ما بينك او ما بين الانترناشونال ستودنت وما بين الجامعات في المانيا. الجامعه بتدفع لها فلوس وانت كمان بتدفع لها فلوس علشان تبقى هي حلقه الوصل ما بينكم. طيب بتعمل ايه بقى اليوني اسيست دي؟ اليوني اسيست دي كل جامعه قايله لها والله انا الريكويرمنت بتاعتي 1 2 3 10، الطلبه اللي تجيلك محققه الريكويرمنت دي ابعتي لي الورق بتاعها، اللي مش محقق الشروط بتاعتها ما تبعتليش الورق بتاعها. بس ما تقلقش، حتى لو انت مش موافق للشروط هقول لك على حاجه تعملها تخلي اليوني اسيست يبعت الورق بتاعك للجامعه من غير اي مشكله، زي ما حصل معايا. اليوني اسيست كان رافض ان هو يبعت ورقي، بس انا بقول لك على تركاية في اخر الفيديو واقول لك انا عملت ايه بالظبط، وان شاء الله تبعت ورقك وتتقبل في الجامعه في المانيا. قبل ما نبدا الفيديو لازم تبقى عارف قبل ما تيجي لالمانيا كمان ان المانيا معظمها كده بلد روتينيه بحت، كل حاجه فيها لازم تاخد بروسس معينه بشكل معين. يعني لما تيجي المانيا ان شاء الله وتتعامل مع المنظمات الحكوميه او تتعامل حتى مع الشؤون في الجامعه هتعرف ان مدام عفاف بتاعت الشؤون كانت رحمه بالنسبه لك. هم شعب الى حد ما روتيني جدا ويحب كل حاجه تبقى الفلحوسه زي ما بيقولوا. من غير لك وكلام كتير خلونا نبدا ونعرف ازاي بنراسل الجامعات. في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي المفروض ان انت مخلص كل الاوراق بتاعتك، طلعتها من الكليه ووثقتها من الكليه ومن الجامعه ومن الخارجيه ومن السفاره. تاني سريعا هنقول يعني ايه وثقت. وثقت يعني جبت شويه اختام، جبت اختام من الكليه ومن الجامعه ومن الخارجيه ومن السفاره. اختام السفاره هي مدى الحياه، النسخه اللي معاك الاصليه المتوثقه من السفاره دي بتبقى معاك انت بس وما بتبعتهاش لاي حد. دي نقطه مهمه جدا، انت بتبعت لليوني اسيست او بتراسل الجامعات حاجه اسمها صوره تبقى الاصل. يعني ايه صوره تبقى الاصل؟ المفروض انك انت بعد لما بتوثق كل اوراقك من السفاره صوره اصليه بتاخد الصوره الاصليه بتاعتك دي وتروح تصورها وتاخدهم الاثنين تاني وترجع بيهم للسفاره تقول لهم ان انا عايز اوثق دي صوره طبق الاصل. بياخدوها بيحط لك عليها اختام وهي دي اللي بتبعتها لليوني اسيست. مهما كان النقطه دي مهمه جدا، مهما كان انت هتبعت لاكتر من برنامج لاكتر من جامعه، لان جات لي اسئله كتير قوي عن النقطه دي، بتعمل نسخه واحده بس لليوني اسيست. يعني اليوني اسيست معاه جامعات كتير قوي وانت هتقدم مثلا خلينا نقول على 10، مش هتقعد تعمل صوره طبق الاصل ال 10 دول، انت بتعمل واحده بس لليوني اسيست وهو بياخد النسخه دي بيبعتها لكل الجامعات بعد لما بيراجعها وبيتاكد ان هي سليمه وكل الاختام بتاعتها تمام. طيب في جامعات مش تبع اليوني اسيست؟ اه في جامعات مش تبع اليوني اسيست، بس دول عددهم قليل قوي، ودول لو انت هتراسلهم بتحتاج تعمل ليهم نسخه تانية. يعني هي بتبقى نسخه واحده بس لليوني اسيست، واي جامعه تانية مش تبع اليوني اسيست بتضطر تعمل نسخه طبق الاصل ليها. خلونا نبدا من غير كلام كتير ونشوف الويب سايت ده بيشتغل ازاي. هندخل على جوجل حبيبنا وهنكتب يوني اسيست لوجن، زي ما انتم شايفين كده طلعت لنا رقم 2، نضغط على اول واحده اونلاين بورتال. طبعا هيفتح لكم هنا الصفحه اللي قدامكم دي، بس مش هيبقى موجود فيها لا الميل ده ولا الباسورد، لان انا اصلا مسايف الميل والباسورد بتاعي هنا في جوجل كروم، فاول ما تيجي تدخل هو بيحطهم لوحده اوتوماتيكلي، بس انت مش هتلاقي كده عندك، انت هتلاقي الاثنين دول فاضيين، فانت هتقول له ايه كرييت نيو اكونت.
زي كده، هتلاقي بقى الايميل ده المفروض تدخله مرتين، والباسورد ده تدخله وتعمل لك باسورد وتفتكرهم وتقول له ان انا بوافق على التيرمز بالكونديشن، وكأنك بتعمل ابلكيشن في اي حاجه عاديه خالص، وهتعمل اكونت. يعني مش عايزين نضيع وقت في الحته دي لان الموضوع يعني ايه سهل، مش يعني المهم تعمل اكونت هتعرف تعمل لوحدك، وهقول لك على التريكات اللي ممكن توقف معاك وانت بتعمل اكونت. طيب اول ما هتدخل هتعمل ساين ان كده، هيفتح لك البيج دي الهوم بيج بتاعه اليوني اسيست، زي ما انت شايف كده هنا اللوجو، وكاتب لك فوق هنا كده الايميل بتاعك والرقم بتاعك، ده مهم جدا. هتلاقي عندك هنا كده بعد لما تعمل الاكونت بتاعك هتلاقي الرقم ده مهم جدا، لان هو ده الرقم الابلكيشن بتاعك، وده الرقم اللي بتقدم بيه على الجامعات. هتلاقي عندك هنا السيرش بار، ده هنا بتكتب فيه لو انت عايز تدرس حاجه معينه، او انت المفروض انك عارف دلوقتي الكورس اللي انت رايح تقدم عليه، مثلا جامعه كذا بدرس هندسه مش عارف ايه، بكالوريوس فين، ماستر فين. زي ما انت شايف كده في اكتر من 7868 استادي بروجرام او كورس، زي ما انتم شايفين كده كتير 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 كتير. اول حاجه المفروض تعملها يعني انك ايه، علشان الناس اللي بيطلع قدامها الويب سايت بالالماني تخليه بالانجلش، يبقى اسهل بالنسبه لهم. زي ما انتم شايفين كده ايه، كل دي برامج تقدر تقدم عليها، طبعا مختلف المجالات، انت عايز تدرس طب، غيرك عايز يدرس هندسه، يعني از يو لايك. ده هنا سيرش بار كده لو عايز تدرس باسم الجامعه، ممكن نقول مثلا فلانسبورغ، اه طلع لك على طول اهو هوخشولة فلانسبورغ. دي كده الهوم بيج، ما تركزش فيها قوي. خليني اقول لكم على الحاجات المهمه اللي ممكن تلخبطكم وانتم بتعملوا الاكونت بتاعكم. وانتم بتعمل لسه ابلكيشن هتلاقي الابلكيشن انفورميشن هنا، طبعا الحاجات دي انتم هتدخلوها لان هي اوريدي سيفد عندي، علشان انا عملت الاكونت بتاعي من زمان من اول ما كنت بقدم. فيطلب منك الاول شويه يعني البيرسونال انفورميشن بتاعتك، الاسم بتاع العيله، تاريخ ميلادك، مش عارف ايه الامبراهات دي كلها. خلاص نقول له فورورد. هيطلب منك العنوان بتاعك اهو، زي ما انتم شايفين كده بدخل عنوان عادي خالص مفيش اي مشكله. عندك هنا بيقول لك انت كنت متجوز من حد من يعني يوروبيان سيتيزن او حاجه، هتقول له لا. انت عايزهم يكلموك، يعني عايزهم لما يبقى في رسائل ما بينك وما بينهم عايزهم يبعتوا لك الرسائل دي بالالماني ولا بالانجلش، بتقول له بالانجلش عادي وخلاص. على كده دي كده الابلكيشن انفورميشن هيطلبوها منك وانت بتعمل الاكونت. تعال نروح لتاني حاجه وهي الاديوكيشنال هيستوري. الاديوكيشنال هيستوري دي برضو لازم تدخل تظبطها كده، يعني مثلا بيقول لك ان انت اخدت المدرسه بتاعتك اللي هي الهاي سكول، السكول سيرتيفيكيشن دي دايما لما تشوفها اعرف ان هي الثانويه العامه، فبتقول له ان انا اخدتها مثلا من مصر او من اليمن او من السعوديه او على حسب البلد اللي انت موجود فيها، وبتقول له ان الجامعه برضو اخدتها من كذا كذا، من جامعه اسكندريه، كان البكالوريوس او ماستر، شوف انت اخر حاجه وصلت لها ايه، وبتكتب التخصص اللي انت عايزه. طبعا التخصص بتاعك لو مش موجود بتختار another subject يعني بس وبتكمل عادي خالص. دول النقطتين اللي كنت عايز اقول لكم عليهم ايه وانت بتعمل الاكونت. نرجع تاني للهوم بيج ونشوف بقى ايه الحاجات الكتيره اللي قدامنا دي. دي كلها كورسات انت تقدر تقدم عليها زي ما قلنا 7800 وشويه. طيب انا مش عايز اقدم على كل دول لان معظمهم مش بتوعي، خلينا نقول ايه نختار مثلا، نكتب في السيرش بار ان انا عايز ادرس هندسه انجينيرنج، طلع لي قد ايه، طلع لي 466 كورس 400. طبعا انا كاتب يعني كلمه جنرال جدا، المفروض انك مش بتكتب كده، المفروض انك تبقى داخل عارف اوريدي من الداد. طبعا اللي ما شافش فيديو الداد يروح يشوفه، انت بتبقى عارف من الداد انت داخل تعمل ايه بالظبط، داخل تكلم كام جامعه، داخل التخصص، عارف التخصص اللي انت هتدرسه. وطبعا يعني اللي ما شافش فيديو الداد يروح يشوفه وهو هيعرف انا بتكلم على ايه، بس انك تختار الجامعه ده انت خلاص اخترت الجامعه ووثقت الورق وجهزت لها كل الورق، والمفروض دلوقتي انك انت رايح تقدم على الجامعه اللي هي تبع اليوني اسيست. كتبنا في السيرش بار هندسه، المفروض انك مش بتكتب هندسه، المفروض انك بتكتب اسم الكورس اللي انت رايح تقدم عليه بيطلع لك، بس خلينا نقول يعني نختار حاجات ايه عشوائيه. مثلا في حاجه مهمه عايز انبهكم ليها، وهي لما بتلاقي في برامج كده مثلا ابلايد سيرش مش عارف ايه بلا بلا بلا، لما بتلاقي الكلمه دي موجوده لما بتلاقي الكلمه دي موجوده بتعرف ان الجامعه دي او الكورس ده القبول بتاعها قبول مشروط مش قبول فراي. فين اللي بيبقى فراي او قبول غير مشروط؟ جامعه زي دي كده بتلاقي مكتوب جنبها فراي،
تلاقي القبول غير مشروط. خلينا نختار واحدة مثلا احنا عايزين نقدم على اللي هي قبول غير مشروط، فبنسلكت كده ده بنقول له ايوه حطه لنا في الباسكت بتاعنا، ونختار واحدة كمان عشوائية كده برضو. خلينا ايه اي واحدة مثلا ايه، لا دول مش دي حاجة مهمة برضو، شايفين دول ما فيش قدامهم ايه الاختيار، ليه بقى؟ علشان بيقولك الكورس دوت المفروض ان التقديم عليه قفل، لان يعني المفروض انك تبقى بدري اكتر من كده او تستنى للترم اللي جاي، المفروض ان هو ما فيش تقديم عليه دلوقتي. فاحنا لازم نكون عارفين مواعيد التقديم كويس جدا، وهتلاقيني متكلم عنها في الفيديو بتاع الجدول الزمني بتاع تجهيز الاوراق، وامتى تجهز كل حاجة، وكل ورقة بتاخد وقت قد ايه، بحيث انك تبقى جاهز والديدلاين بتاع معظم الكورسات ما يفوتكش. علشان الكلمة دي الحاجة دي مهمة جدا. بس خلينا نختار واحد من اللي موجودين، يعني خلينا نقول ان احنا عايزين ده كمان. خلاص كده حطيناه في ايه، في الباسكت بتاعنا. هتلاقي الباسكت ده موجود هنا كده في البوكس ده، لو فتحته هتلاقي ده برنامج وده برنامج، هتلاقي هما دول الاثنين مقدم عليهم اهم. طبعا انت مش بتقدم على اثنين بس، انت بتحاول تقدم على اكبر عدد ممكن من البرامج، بحيث ان ايه تزود فرصتك في القبول. طبعا الناس ما تعرفش ان اول برنامج انت بتختاره ايا كان ايه هو بتدفع على الابليكيشن ده 75 يورو، احنا لسه ما دفعناش حاجة، وباي ابليكيشن بعد كده بيبقى 30 يورو، يعني 30 30 30 30، يعني لو جينا نشوف هنا الفاتورة كلها 105 يورو. وبتدفع ازاي؟ يعني وانا في مصر كنت بدفع عادي بالكريدت كارد بتاعي اللي هو بتاع البنك، كان بنك اهلي كمان، يعني اي كريدت كارد بتدفع كده اونلاين، يعني لو عايزين نروح بروسس كده هتدفع عادي، تدفع اكسبت الحاجات دي كلها وتدخل الماستر كارد بتاعك وزي الفل، مش هيبقى في اي مشكلة خالص. بعد لما بتدفع الفلوس دي لو دخلت على ماي ابليكيشنز كده هتلاقي حاجتين اتنين، في الابليكيشن اوفر فيو، دي الابليكيشنز اللي انت سجلت عليها اللي هم دول ودفعت فلوسها. طبعا لو دخلت هنا كده يعني مش هتلاقي الحاجات دي موجودة عندك، لان الحاجات دي انا دافع فلوسها قبل كده، بس الابليكيشنز دي هتلاقيها موجودة هنا بقى. خلاص هيقول لك خلاص البيمنت ريسيفد وانك دفعت كده خلاص، فكده تمام تقدر تدون الابليكيشن فورم، هي دي اللي بتثبت ان انت دفعت للبرنامج ده. دي بتنزلها بتسيفها عندك في الفايل بتاع التقديم على الجامعات، وبتكتبه باسم الجامعة، يعني بتكتب مثلا ماستر ديجري من ميكانيكال انجينيرنج مش عارف جامعة ايه، لان انت بتبقى مقدم على اكتر من جامعة، فبتحاول تسيف دي باسماء مختلفة علشان هتحتاجه كمان شوية. طب هتحتاجه في ايه بقى؟ تعالى وانا اقولك. كده خلاص هندخل بقى على الديكومنت والحاجات اللي المفروض ان احنا هنابلودها. كده احنا المفروض مجهزين كل الورق بتاعنا. تعال نبص على النوتس هنا، بيقول لك قبل ما ترفع الديكومنتس بتاعتك، قبل ما تحط الاوراق بتاعتك بقى، المفروض ان احنا كده هنابلود الاوراق بتاعتنا از سوفت كوبي. بيقول لك انك الفايل بتاعك ماكسيمم 10 ميجا بكسل، ودي حاجه كبيره جدا على البي دي افات، يعني بيقول لك ان حاول تخليها بي دي اف، وحاول انك تحط كل فايل لوحده، يعني تخلي السكول سيرتيفيكيشن لوحدها، الباسبور لوحده، ما تحطوش كل الصور في ايه، ما تحطش كل حاجه في بي دي اف واحده وتبعتها، يعني خلي كل حاجه منفصله، وخلي كل اسم فايل بشكل كويس، يعني مثلا الشهاده بتاعت البكالوريوس، مش عارف شهاده الثانويه العامه، الحاجات دي كلها. تقول له طبعا من هنا انت هتابلود ايه، هتابلود السي في ولا الموتيفيشن ليتر ولا الباسبور ولا فاهم الحاجات دي كلها، ولا مثلا حاجه تانية، يعني مثلا هتلاقي الكورس ديسكريبشن مش موجود هنا، يعني الكورس ديسكريبشن ده للناس اللي بتقدم على بكالوريوس ودرست نص البكالوريوس مثلا في مصر وعايز تكمله بره، او كذلك الماستر برضو، يعني انا هايلي ريكومند انك تجيب كورس ديسكريبشن من الكليه، وهتلاقي يعني هتلاقيني متكلم عليه اصلا في الفيديو بتاع تجهيز الاوراق. بس مش مشكلتنا دلوقتي، المهم لو الاسم بتاعك مش موجود هنا، دي طبعا شهاده الثانويه العامه اللي هي السكول سيرتيفيكيشن. طيب هتختار من هنا، تختار اسم مثلا الحاجة اللي انت عايزها وتقول له ايه ان انا عايز الفايل، هتدخل تابلود هنا وتقول له ابلود فايل. بمجرد ما بتدفع فانت البروسيس بتاعتك بتبتدي، فلازم تكون متأكد كويس قوي من ان الاوراق اللي انت عاملها ابلود دي انت مش هتعدل فيها حاجة، وان هي كلها تمام، لانك مش هتعرف تمسح الاوراق دي تاني. الاوراق اللي احنا بنعمل لها ابلود دي هي سوفت كوبي. طب انت هتعمل ايه في الهارد كوبي اللي معاك؟ المفروض ان الهارد كوبي دي بتبعتها لليوني اسيست بس بالبريد مع الدي اتش ال او التي ان تي، شوف ايه اللي عامل عروض للطلبه ارخص وبتبعت لها. تقريبا بتاخد حوالي 3 ايام على ما بتوصل لهم. على ايامنا كنا بنبعت الاثنين، يعني بنعمل ابلود للورق اونلاين
وبنبعته بالبريد. انما جيت فتره الكورونا ما عادوش بيستقبلوا ورق، بس خلاص يعني الحمد لله الكورونا خلصت، ودلوقتي المفروض انك هترجع تاني تبعت لهم الورق بالبريد مع السوفت كوبي اللي انت بتعمل لها ابلود على الويب سايت بتاعهم. نرجع تاني كده للديكومنتس بتاعتنا ونشوف الكاتيجوري بتاعتنا في حاجه، نمسك واحده واحده كده علشان ايه الدنيا ما تتلخبطش. ايه اول واحده؟ اللي هي الابلكيشن فورم. دي فاكرين الابلكيشن فورم اللي قلت لكم اول لما هتدفع الفلوس هتظهر لك هنا اهو، يعني اول ما تدفع كده الفلوس بتاعتك هنا خلاص انت كده دفعت وعملت ابلاي في الـ في الـ في الكورسز اللي انت عايز تقدم عليها، وهتدخل لنا على الابلكيشن اوفر فيو هيطلع لك بقى ايه الصفحه دي. هي دي الابلكيشن فورم اللي بتثبت ان انت دفعت لليوني اسيست علشان يرجع ورقك للجامعه دي، تمام؟ فانت بترجع تاني تابلودها في الديكومنت باسم الجامعه هنا، يعني بتقول له ايوه دي الابلكيشن فورم بتاعت كذا والابلكيشن فورم بتاعت كذا. طبعا بتبقى مسميهم زي ما اتفقنا باسم واضح وصريح ويوضح من اسم الفايل من بره هو ايه اللي انت رايح تقدم عليه بالظبط. وبكده انت الف مبروك بعت ورقك لليوني اسيست اللي بدوره هيشوف اذا كان الورق بتاعك كواليفايد للريكويرمنت بتاعت الجامعه ولا لا. لو انت كواليفايد هيبعت الورق وهيقول لك ان احنا بعتنا الورق بتاعك للجامعه، ولو انت مش كواليفايد زي حالاتي وقال لك انك ورقك مش هينفع يتبعت علشان انت مش كواليفايد بس ورقك كامل، يعني انت ورقك كله كامل بس ريكويرمنت مش بتنطبق عليك، يعني مثلا الجي بي اي بتاعك مش تمام، مجموعك في الكليه في الثانويه العامه مش كويس قوي، الحاجات دي كلها انت مقدمها بس انت مش كواليفايد للبرنامج اللي مقدم عليه. وده حصل معايا واترفضت من كل الجامعات اللي قدمت عليها، واليوني اسيست ما كانش راضي يبعت لولا جامعه وقال لي انك مرفوض منهم كلهم. فانا هقول لكم على حاجه ممكن تنفع معاكم وممكن ما تنفعش، بس هي نفعت معايا ربنا يسامحني يعني، بس انا كدب بالظبط كده. قلت لهم ان انا راسلت الجامعات دي وان انا قلت لهم ان اليوني اسيست مش راضي يبعت ورقي، وهم قالوا لي ان انا اوفر كواليفايد وان انا عندي اكسبيرينس في الشغل مش عارف قد ايه، وان هم يستفادوا من الابيليتيز بتاعتي وي 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 وي، وانتوا ما انتوش جهد اصدار قرار، ومن فضلكم انتوا كده ظلمتوني، اتكوا على حته ظلمتوني دي، ان هم بيخافوا من حته ظلمتوني دي قوي، انتوا كده ظلمتوني، وانكم لازم تبعتوا الورق بتاعي للجامعه وتسيبوها هي تقرر الفاينل ديسيجن. طبعا عملوا كده فعلا وبعتوا كل الورق بتاعي للجامعه اتاتشد لي الميل اللي انا بعته، اللي هو والله الطالب ده بيقول ان هو راسلكم وانتوا بتقولوا له ان هو كواليفايد، فيعني شوفوا اتصرفوا معاه. وطبعا الجامعات في منها ما عبرنيش اصلا، وفي جامعات بعتت لي قالت لي والله ابعت لنا الميل اللي احنا قلنا لك فيه كده او اعمل رد عليه واحنا مستعدين نقبلك فورا. طبعا ما ردتش عليهم لان انا بني ادم كذاب. وفي جامعات ثالثه محترمه بعتت لي الرفض على طول، بس يشاء القدر ان بعد ما اترفضت من كل الجامعات وكنسلت ميعاد السفاره وخلاص الموضوع بيتحطم بالنسبه لي واجرب بقى الترم اللي بعده او السنه اللي بعدها، جامعه بعتت لي قالت لي والله ان في مكان فاضي لو حابب، اللي هي جامعه فلنسبرج اللي انا فيها دي، قالت لي لو حابب في مكان فاضي لو حابب تقدم معانا احنا ممكن نبعت لك الادمشن ليتر. واخدت الادمشن ليتر وبعته للسفاره ورحت بيه السفاره واخدت الفيزا واهو اديني في المانيا. فالموضوع مش مستحيل، المهم انت تفضل تكيب بوشنج على الحاجه اللي انت عايزها، وان شاء الله باذن الله طول ما انت مصر وطول ما انت عندك امل في ربنا هتحقق اللي انت عايزه. طبعا ما تبخلوش علينا بالسبسكرايب وتشوفوا بقيه الفيديوهات علشان تستفادوا اكتر. ويا جماعه رجاء رجاء انا برد على الكومنتات كلها، اي حد هيسيب كومنت انا قدر الامكان برد عليه، بس انا مش متواجد طول الوقت على اليوتيوب، انا متواجد طول الوقت على الانستجرام، فالناس اللي بتبعت لي على الانستجرام دول بيلاقوني برد عليهم على طول. فاللي عايز يبعت رساله يبعت على الانستجرام، بس رجاء شخصي يا جماعه، الناس اللي بتدخل السلام عليكم فرد عليها عليكم السلام ورحمه الله، بعدين تغيب اسبوع بعدين تيجي تاني مش عارف عندي سؤال مش عارف ايه، فوالله اتفضلي يعني خش على طول اسال الاسئله بتاعتك كلها مره واحده. هقول لك ليه تسال اسئلتك كلها مره واحده، انا بيجي لي في اليوم الواحد حوالي 20 30 رساله من ناس مختلفه، وكل يوم لو انت بعت لي سؤال بسؤال انا هرد عليك النهارده على السؤال ده، هتيجي تبعت لي بكره تاني، انت كيس وغيرك كيس، وانا مش حافظ كل الناس، يعني انت مثلا في ثانويه عامه غيرك بيقدم على دكتوراه غيرك بيقدم على ماجستير وكل واحد في مجال مختلف، انا مش هحفظ الكيس بتاعت كل واحد، فلما بيجي يسالني تاني سؤال بضطر ارجع تاني للشات كله من فوق او اشوف الريكوردز اللي انا بعتها علشان افهم الكيس بتاعته. فرجاء انا بديكم من وقتي فحافظوا عليه، يعني انا يعني عملت لكم الفيديوهات دي كلها علشان احافظ على وقتكم وما اخليكوش تتشتتوا في اماكن كتير، فحاولوا انتوا كمان تحافظوا على وقت رجاء شخصي يعني. وطبعا ما تنسوش الانستجرام بينزل عليه تقريبا الديلي ستوريز بتاعتي، حياتي في المانيا كل حاجه،
بتبقى موجوده على الانستجرام، هسيب لكم برده اللينكات في الديسكربشن. وبس كده، يا رب اكون فدتكم والفيديو ده يكون مفيد ليكم. تشوس.